نحكي عن أول منصة تعليمية تفاعلية موجودة من عام 2010، عم تقدم خدمات للطلاب من صف السابع لما بعد المرحلة الجامعية، وأيضا بتساعدهم لحتى يوجهوا إمكانياتهم وقدراتهم للمكان المناسب. وحاليا عم تقدم الكثير من الفعاليات لطلاب الشهادة الثانوية لتساعدهم على اختيار التخصص الجامعي المناسب. نحكي أكثر تفاصيل عن المنصة، نتعرف عليها. خلوني رحب بالآنسة آيا كنج، مديرة البوابة التعليمية. سعد صباحك. وأكيد معاذ الحلبي، المشرف التنفيذي للبوابة التعليمية. سعد صباحك. صباحك. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم. نورتوا هيك صباحنا. اليوم عم نحكي عن خطوة جدا مهمة. نحن بلشنا بال 2010، يعني 13 سنة مجهود، ونتائج على الأرض كانت جميلة جدا يعني، ومرق ظروف اليوم يمكن ساعدت أكثر الطلاب للدخول إلى هي المنصة. خلينا هيك بشكل عام نتعرف اليوم من حضرتك على المنصة، تفضلي. يا هلا فيكي. هلا أول شيء نحن المنصة بلشت بسنة 2010، كانت هي فكرة الحقيقة ريادية بلشنا فيها كفكرة، لقينا الحاجة لوجود مثل منصة باللغة العربية. بتعرفوا أنتم الإنترنت كان أغلب المنصات اللي كانت بال 2010 هي باللغة الإنجليزية. أنا بلشت كنت عندي ماجستير، وكانت الحاجة لأنه أنا أعمل بحث لأقدم رسالة الماجستير، لقيت أنه في حاجة لوجود منصة باللغة العربية تساعد الطلاب على تقديم مثل معلومات تكون موثوقة. وفعلا أنا بلشنا فيها وأخذنا طبعا كذا جائزة عليها. يعني كان هدفها الحقيقة أنه نحن نقدم مثل ربط التكنولوجيا بالتعليم كهدف أساسي. ثاني شيء أنه هو يكون نقدم دعم للطلاب بشكل تربوي وتعليمي ومهني وثقافي ونفسي ومجاني. ومجاني طبعا نحن كان أول أهدافنا ان هي تكون او اسبقيه، نكون نحن اول مين فعلا، نحن اول بوابه تعليميه كان بالجمهوريه العربيه السوريه بشكل مجاني وتكون شامله، بحيث انه كل الطلاب، اي طالب هو كان من الابتدائي اعدادي ثانوي ما بعد الجامعه، هو حيدخل يلاقي خدمات موجوده بتساعده على دعمه للتفوق والنجاح. يعطيكي ألف عافية. وأكيد ذكرتي أنه حصلتوا على جوائز عديدة، رح نرجع نضوي عليهم مع حضرتك. لكن خلينا ننتقل عندك أستاذ معاذ، خلينا نوضح اليوم آلية العمل أو تراتبية العمل ضمن هي البوابة التعليمية. هلا البوابة التعليمية هي بتستهدف يعني تقريبا كل فئات الطلاب من صف السابع بالمرحلة الإعدادية لما بعد المرحلة الجامعية. بداية عندنا بصف السابع لصف البكالوريا عندنا برنامج تفوق معنا، هذا أبليكيشن بيقدر الطالب ينزله على موبايله أو حتى طبعا عن طريق الأندرويد أو الآي أو إس، طبعا موجود كمان على الويب سايت، موجود على الموقع. مجرد ما هو الطالب دخل وسجل دخول بيقدر يستفاد من هي الخدمات بشكل مجاني تماما. شو هي الخدمات يا ترى؟ في عندنا موضوع الكتب، إمكانية استعراض وتحميل هي الكتب بشكل مجاني. في عندنا اختبارات مربوطة بكل درس، بعد ما حتى يخلص الدروس بقلب الوحدة كمان في عنا اختبار للوحدة، كمان ممكن يكون عنا اختبار للمذاكرة الأولى والمذاكرة الثانية. هذا بموضوع برنامج تفوق معنا. المرحلة الأهم اللي هو أنا كيف بدي اختار تخصصي الجامعي، واللي هلأ كتير في إقبال عليها من الطلاب لحتى يعرفوا يختاروا تخصصهم الجامعي المناسب. لهيك البوابة التعليمية قدمت تقريبا 8 خدمات بهذا الموضوع. بداية الخدمة الأولى هو اختبار تحديد الميول العالمي. هذا اختبار تقدمه البوابة التعليمية على الموقع بشكل مجاني، بيحتاج لتسجيل دخول على الموقع. مجرد ما الطالب جاوب على أسئلة اللي ضمن هذا الاختبار بتطلع نمط شخصيته. هو ضمن اختبار MBTI مقسمين شخصيات المجتمع ل 16 شخصية. متى ما طلعت شخصيته ضمن هذا الاختبار بيعطيني ريبورت كامل حتى بينبعت على الإيميل الخاص تبعه ليحكي لي عن شو نقاط الضعف، نقاط القوة، شو التخصصات الجامعية المناسبة لهي الشخصية. ونحن هذا هو بيت القصيد، إنه نقدر نختار تخصص جامعي اعتمادا على مفاهيم علمية صحيحة. هلا متى ما الطالب طلع له نفترض بشخصيته 16 18 تخصص مناسب، البوابة التعليمية بتاخده خلال هي الرحلة لمكان تاني اللي هو اسمه توقع نتيجتك. مجرد ما الطالب حط المحافظة اللي بده اياها وقديش هو طالع له علامات بمجموع البكالوريا بيستعرض له الافرع الجامعيه المتاحه اعتمادا على مفاضلات من عام 2010 لعام 2023. هلا اتوقع النتيجه طلع له الافرع الجامعيه، طيب انا يا ترى اخترت فرع جامعي اعتمادا على الشخصيه واعتمادا على توقع نتيجتك، طيب انا قديش كان هذه هي
هذا الفرع قديش كان علاماته خلال هالسنين. في عنا خدمة تجي بعدها هي التسلسل الزمني للاختصاصات، كمان مجرد ما الطالب دخل المحافظة ودخل الفرع اللي بده اياه أعطاني مخطط بياني من عام 2010 عام 2023 قديش كان هذا الفرع بالمفاضلة الثانية اللي طالعة عنا. هدول هن ثلاث خدمات أساسية. عندنا الخدمة الرابعة هي خدمة مفاضلات، بيقدر الطالب يستعرض ويحمل أي مفاضلة كمان عام 2010. كمان في عندنا خدمة هي التخصصات الجامعية، هي عبارة عن مقالات لتشرح عن كل تخصص مستقل. هن عبارة تقريبا أكثر من 60 تخصص مشروحين بشكل كامل تماما. هلا الطالب قدر يختار تخصصه، طيب يا ترى أنا وين بدي أروح بسوق العمل؟ طيب خلص درس جامعة وبعدين. دائما لازم نحن ننوه انه الطالب المرحله الجامعيه هي جزء وليس كل، فهو بس ليخلص الجامعه طيب انا وين؟ فقدمنا له كمان خدمه اسمها دليل اختيار مهنتك لتعطيه المهن ضمن التخصصات اللي هو اختارها. حلو. واليوم المعلومات اللي ذكرها الاستاذ نحن فينا نعتبرها اليوم هي ايضا البوابات الموجوده ضمن المنصه يعني مع الخدمات. طيب قبل ما خلينا قبل ما نروح لنحكي عن الدعم واليوم كيف قدرتوا توصلوا لهي النتيجه، تفاعل الطلاب كيف كان معكم؟ يعني هل كان في دعم لكم من خلينا نقول ايجابي يعني من الطلاب بقبول هيك منصات، خاصه يمكن اجت بوقت بدايه الحرب على سوريا، فكانت يعني اجنا بعد كورونا يعني صحيح. كان الوقت بالبيت أكثر من أنه نحن نقدر نطلع ونشوف الجامعات ونقدم فيها بشكل عملي، يعني كيف كان التفاعل؟ طبعا كان كثير في تفاعل بالنسبة للطالب، لأنه دائما الطالب يدور متى ما كان في حاجة بتلاقي فورا في تفاعل بشكل كامل. لأن نحن يعني خلال فترة الحرب بالعكس كانت زاد عملنا، لأنه هو كان نحن دائما كنا نربط الحاجة الطالب بتطوير البوابة، حيث نحن ببداية اللي أنت بتعرفي إنه صار في مثلا ممكن الطالب ما يلاقي كتاب أو ما يلاقي مثلا اختبار أو كذا، طورنا فكرة التفوق معنا. لذلك كانت التفوق معنا هي تلبية للطالب إن هي تدعمه بالمسيرة التعليمية كأول خدمة. الخدمة الثانية كمان اللي طورناها كمان لسد الثغرات عند الطالب، عملنا كمان اتفاق مع اليو ان دي بي، طورنا شيء اسمه التعليم الالكتروني اللي هي عباره عن منصه يوتيوب بنفس ضمن البوابه التعليميه بتساعد الطالب على شيء اسمه اساسيات التعليم. يعني صرنا نجيب المدرسين طبعا اكفاء يعطوا سلسله كامله كترميم. كنت صار للأسف في عند الطالب شيء اسمه فائق التعليم نتيجة للأسف للحرب. لذلك نحن ركزنا على هالنقطة وركزنا بتلبية حاجة الطالب إنه نسد ثغرة فاقد التعليمي، وطبعا بشكل مجاني، بحيث انه اي طالب صار مثلا عندك اساسيات اللغه العربيه بيدخل بس بمجرد ما يحضر كل اليوتيوبات او المحاضرات او الدوره كان هو يرمم كل شيء عنده كلغه عربيه. نفس الشيء فيزياء وكيمياء وفرنسي، يعني حاولنا نغطي كل المواد بحيث انه ربطنا البوابه التعليميه بما بحاجه الطالب خلال. وهي يمكن اهم نقطه اليوم انه احنا ما عم نشتغل بشكل عشوائي يعني تمام. كرمال نكون باسم منصه، اليوم عم نروح نحن لسد ثغرات وخاصه بمرحله يمكن كانت تعتبر مفاجاه للجميع. يعطيكم الف عافيه. اكيد اكيد يعطيكم العافيه. استاذ معاذ خلينا نرجع لعند حضرتك، اليوم لنجاح اي مشروع او اي عمل اكيد هو بحاجه لدعم من جهات معينه. اليوم خلينا نوضح البوابة التعليمية، مين كان الجهة الداعمة لكم؟ مين كانوا الشركاء يلي ساعدوكم حتى يمكن تقدموا أفضل الخدمات للطلاب الموجودين؟ هلا نحن من لما انطلقنا كان في عنا شركات داعمة بشكل أساسي بتقدم شيء. أول شيء الدعم هو البرمجي لحتى يكون البوابة التعليمية خالية من أي أخطاء ممكن تنعرض للطالب. بالإضافة ل عديد من الشركات اللي كانت معنا ببرنامج تفوق معنا اللي هي كانت تدعم الطلاب. ضمن تفوق معنا هو الطالب بيحصل على بوينت خلال اي خدمه بيستخدمها، فهو هي النقاط بيروح بيستبدلها بالاخير من متجر الجوائز اللي هي ضمن التطبيق. هي الجوائز هي اللي بتقدمها رعاه تفوق معنا. شو هي الجوائز؟ ممكن تكون قرطاسيه، ممكن تكون كريمات، يعني ممكن يكون دورات. اليوم مو بس اليوم انت عم تقدم خدمات منصه، في تحفيز للقصه اكيد. يعني الطالب هو متى ما استخدم هذا التطبيق اخذ نقاط، هي النقاط اشترك فيها، ممكن يكون دورات، ممكن يكون بارفانات، ممكن طيب يكون كريمات. مين بيقدم الجوائز؟ عم تذكر جوائز عاديه، مين المسؤول يعني اللي بيقدم هي الجوائز؟
في شركات كثيرة بتقدم، في عنا شركة مابيد زيبرا، في عنا شركة لاستر، في عنا كذا كذا شركة، يعني كل سنة حسب الشركاء والداعمين اللي يكونوا لنا. هلا هذا بالنسبة لتفوق معنا، نحن بالإضافة لهم كمان في عنا دعم من قبل الجامعات لحتى تكون كمان معنا بهذا الموضوع. قد حلوة الفكرة، يعني اليوم دائما نحن بنقول التحفيز بأي عمل، مو بس اليوم بضمن عملكم، بعملنا بأي مرحلة بحياتنا، يمكن دعم الناس اللي حوالينا هو أساس النجاح. يعني صار عنا فضول ندخل بالتجربة، حتى في منافسة بين الطلاب، حلو بيكون في جوائز، صار في عندك خلقتي تمام حافز المنافسة. خلينا نحكي اليوم وقت اللي بيكون في أي ثغرة بالنسبة للطلاب غير مفهومة، أو كان اليوم نحن جيل الشباب يعني عندهم طاقات جدا مهمة بحاجة اليوم لدعم وبحاجة أن تكون تحت الضوء، وحابين أنه اليوم هيك يفيدوكم بمثلا بمعلومة، حابين يتواصلوا معكم، شو هي الآلية بينكم وبين الطلاب؟ تفضل استاذ. هلا نحن طبعا في عنا ضمن البوابة شيء اسمه التواصل، وحتى كمان رابطين موضوع المسنجر اللي هو بمجرد ما يعني أبليكيشن صغير بيبعث الطالب أي سؤال وفورا نحن بنقدر نجاوب عليه. في عنا كادر هو عم يجاوب، هو عم كادر إن كان تعليمي وإن كان يعني فني وإن كان نفسي، يعني عنا حتى موضوع الإرشاد النفسي كتير مهم بالبوابة، لأنه بالآخر الطالب خلال فترة الدراسة بيتعرض أحيانا لشيء يعني مثل ضغوط وكذا، بالتالي حتى موضوع النفسي نحن مبنيين وعنا تمام مختصين يلبوا موضوع النفسي، عم يشتغلوا على هاي النقطة. اليوم كتير مهم نشر هاي الثقافة، يعني دائما نحن عنا مشكلة أنه منخبيها دائما يعني، ولكن يمكن هي من المراحل جدا مهمة بحياتنا، يعني كرمال ما نوصل لموضوع الكبد بأي ناحية بحياتنا. تمام. حتى نحن ضمن البوابة في عنا غير اختبار MBTI، عن الاختبار الذكاء العاطفي، يعني اختبارات الذكاء، في كذا اختبار كتير مهم إنه الطالب يعرف نفسيته، يعرف شخصيته، شو نقاط القوة والضعف. حتى عنا اختبار ثالث اسمه اختبار أنماط التفكير، كمان كيف تفكيره الإنسان وقت بيعرف مين هو، صار هو يعرف كيف يتوجه ولا وين بده يتوجه، شو نقاط الضعف القوة تبعه، بالتالي صار يقدر نقاط الضعف بالعكس انه يعالجها، يشتغل عليها. تمام. وفي عندنا مرشدين نفسيين بيحاولوا انه يساعدوا بهالنقطة. تمام. يعني يمكن في سؤال شائع اليوم انه عدد الطلاب اللي اليوم بتساع البوابة التعليمية، هل انه اذا استمر الطالب او ما استمر، عندكم انتم اليوم احصائيات معينة بتعرفوا اذا الطالب وقف ام لا؟ خلينا نحكي عن هذا الموضوع. هلا نحن بموضوع الطلاب في عنا متابعة يومية لهذا الموضوع، عنا متابعة لموضوع طالب هو فعلا عم يشتغل على حاله، عم يدرس ضمن تفوق معنا، عم يحضر فيديوهات يوتيوب، فهذا يعني له هذا بيكون حتى تقييم خاص بالنسبة له. حتى نحن لما نسوي عادة فعاليات بنهاية السنة فهو بيكون له وضع خاص بنسميه أو تكريم خاص له، لأن هو فعلا كان عم بيحاول يطور من ذاته، عم حاول يعني هو لحتى يستفاد. في عنا طلاب أكيد ممكن تفوت ما مو دائما تستخدم هاي الخدمة، أكيد نحن بنرجع نتواصل معهم، بنشوف إذا في أي مشاكل، في أي شيء ما قدروا يصلوا له، فنحن على تواصل شبه دائم مع الطلاب. هذا بالنسبة إذا حكينا كتواصل خلينا نسميه اتصال أو واتساب. نحن حتى عنا زيارات عادة بيكون للمدارس، يعني نحن ننزل على المدارس بنشرح لهم عن برنامج تفوق معنا بالتعاون مع الأساتذة والمدارس، وأي طالب بيكون عنده أي مشكلة فورا بيقدر يرجع يتواصل معنا. دائما بأي عمل نحن بنكون عم نشتغل عليه، حتى لو كنا بوضع مرتاح ولكن احنا عنا خلينا نقول صعوبات عم نقدر نتجاوزها، ولكن بيكون في ناس حوالينا. اليوم شو اهم الصعوبات اللي بتوقفوا يمكن عندها بس انتم اليوم عم تكملوا؟ يعني هلا طبعا في كثير صعوبات اي مشروع يعني اي مشروع فيه اكيد فيه صعوبات، يعني اكيد هذا، بس هي بالاخير وقت الانسان بيكون حاطط هدف وبده يوصل لنقطه معينه، بعتقد انه بيقدر يتجاوز كل شيء صعوبات عم تطلع. يعني شو نوع الصعوبات اليوم اللي عم هلا ممكن مثلا موضوع الانترنت احيانا للاسف، الكهرباء، يعني في صعوبات، بس بالاخير نحن عم نحاول نتجاوز هذا الحكي. هلا كمان موضوع قصه موضوع المجانيه للموقع، هذا كمان عم نحاول. الطالب للاسف اغلب الطلاب صعب يحط مثلا اجور مثلا اساتذه خصوصي، بالتالي نحن هي بالنسبه للطالب هي شيء صعب، بالتالي وقت نحن عملنا البوابه مجانيه نحن حاولنا انه نزلل هالصعوبه بالنسبه للطلاب. تمام. يمكن ببدايه حديثك ذكرتي انه حصلتوا على جوائز، خلينا نضوي على هي الجوائز، نحكي عن انجازاتكم خلال السنوات الطويله من العمل.
نحن بلشنا بال 2010 طبعا، بال 2011 حصلنا على جائزة سيا، جائزة رواد جمعية رواد الأعمال، هي كان من بين 201 مشروع، نحن كنا المشروع الرابح الأول، وكان في دعم تقريبا بمليون ليرة تصرف على المشروع، يعني هي كانت بدايتنا. بعدين أخذنا جائزة تانية اسمها World Summit Award. هلأ هي World Summit Award كانت على مستوى العالم، كان من بين 164 دولة، كنا نحن ممثلين سوريا بهيدا الجائزة طبعا بقصة الإدوكيشن. هي عبارة عن دعم للمحتوى الرقمي العربي مدعومة من UNDP. بعدين أخذنا كمان جائزة اسمها أفضل خطة عمل، كمان مدعومة من UNDP على مستوى الوطن العربي. طبعا انتوا بتعرفوا لكل مشروع ريادي لازم يكون في له خطة عمل واضحة حتى يقدر ينجح ويستمر بهذا، خطة مستقبلية كمان، خطة مستقبلية يعني احنا نعرف لوين رايحين بهذا المشروع. على مدة سنتين كانت الخطة، وبالتالي اخذنا هيدا جائزة. طيب استاذ خلينا عفوا بس نذكر احنا اليوم باسم الموقع، واليوم احنا اي حدا عم يشوفنا هلا اليوم حب يدخل يعني ما بيعرفه هلا بيقدر فورا يكتب عن طريقه الجوجل بوابه التعليميه التفاعليه بتظهر له، ممكن يكتب بوابه التعليميه، ممكن يكتب educational gate. في عنا على اليوتيوب منصه بنفس الاسم، في عنا على صفحات السوشيال ميديا تقريبا كامله، وين ما عمل سيرش ممكن يظهر له. هلا حتى نحن عنا ضمن البوابه عنا تو education، عنا البوابه التعليميه وعنا تفوق معنا، فحتى هو اذا حب يفوت عن طريقه جوجل ويحمل هذا التطبيق بكبسة زر، يمكن التطبيق أفضل يعني سهل اليوم أكيد. وجوده على هيك حبينا نحن نذكر فيه كرمال أي حدا عم يشوفنا اليوم، نحن منهم طبعا أكيد اليوم حندخل حندخل قسم الجوائز بس أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم ألف عافية ونورتوا صباحنا، نتمنى لكم النجاح والانتشار، ونحن فخورين فيكم بتمثيلكم لسوريا عالميا. شكرا لكم وشكرا لكل شيء عم تقدموه بشكل مجاني ونفسي على جميع الأصعدة مثل ما بيقولوا لطلابنا السوريين. أهلا وسهلا فيكم يا شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. الله يعافيكم يا رب. أهلا وسهلا.